السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماتش الأول ديال هذا النهار هذا بين غامبيا ومالي، المجموعة F، المجموعة السادسة ديال اللي فيها تونس وموريتانيا. الشوط الأول سيطرات في مالي، ولكن غامبيا كانت قريبة من التسجيل. كما قلت لكم في الماتش الأول ديال غامبيا اللي لعبته ضد موريتانيا، ناد غامبيا فرقة قوية وعندها ديغنيغمو ولات كتوجد لي جون ديالها، حيت راه لا بليبار دي غامبيين هما غامبيا هي دولة صغيرة والسينيغال، ودغنيغمو غامبيا ولات كتلعب كأس العالم الشبان وكأس العالم الفتيان وكتمشي بعيد، وهاد الدراري هادو فايتين لاعبين كأس العالم وتكنيكمو وتكتيكو مزيان. الحكم ديال هاد الموقع طاقم تحكيمي 100% بالقزاز اللي في الفار مغاربة، اللي تكنيسيان اللي كيجيرو كاع لي فار في الدورة كاملة، واحد الجروب ديال لي تكنيسيان ماروكان، واول مره جاود بدا كيعلق في هاد لاكان، ونتمنى هو اللي يعلق في المنتخب المغربي الجاي مع الكابون. وبركه علينا، بركه علينا من معلقين اخرين. خاصنا المغرب، خاص معلق مغربي، معلق مغربي هو اللي يعلق. كاينه سيطره كبيره ديال التوانسه في البين سبور، وهذا كيحيد الموضوعيه ديالها كتولي محل شك. وكاين الاخر داك الدراجي الجزائري كي خدام بوحدو، خدام اجندات اخرين، وكاينين التوانسه خدامين لتونس. خاص تكون حياديه، خاص يجيبوا لنا شي معلق الماني بحال حكم الماني اللي كان في العصر كاس العرب، ولا شي معلق سويسري، حيت حنا وني لوان دات اوبجيكتيف توس منا حنا وجبد ليسونسيال. هذا الماتش يقدر لا سير تعادل، تونس غادي تخاف على بلاصتها في الكاليفيكاسيون، ولكن تقدر تدوز احسن ثالث. هادي سامك.